السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات جيت نفصل معاكم واحد الصاك، يعني الصاك عادي باش الا غنهزوا شي حاجه خفيفه ولا شي حاجه تيجي زوين وخفيف. هذا الصاك تنحتاجو باش اللي غنحتاجو ليه، كنحتاجو هاد البندات، هما هادو فيهم الطول ديالهم غتكون فيها غيكون فيها مترو تقريبا مترو وربعين، هي هادي مترو وربعين كما كتشوفوا. غنحتاجو جوج، هادي غنحتاجوها لتزيين هاد الدونتيل، هاد دونتيل ستان. والصاك ديالنا هو هذا، كنحتاجو التوب ديالو في الطول ديالو كنحتاجو 89 سنتيم، وفي العرض ديالو كنحتاجو 47 سنتيم. ومن طبيعة الحال الدوبلور ديالو غادي يجي قد بحال الطول ديالو بحال العرض ديالو. ودابا غنخيطو معاكم، تيتصور في وقت واجز، غنخيطو معاكم وهانتوما معايا ان شاء الله. دابا البنات رجعت معاكم باش نخيطو الصاك ديالنا. هادو دابا هما الصمات ديال بنات، غنهزو الصاك كنديرو فيهم كيما قلتلكم متر وربعين، كنجيو لهنا للقاع النص ديال الصاك. وفاش كنحطو هكذا بحال هكذا، كنديرو ليه فميته بحال هكا باش تشوفو، كنحطو بعد ما قديناها من الفوق كنحطو سميته أخرى. هنا راه كنخليو ما بين هنا 20 سنتيم وكنطراسيوه، بعدا كنحطو هادي بحال هكا. وهانتوما معايا باش نخيطو، غادي تشوفو كيفاش. كنخيطو كنخليو من البعد من الفوق هنايا ديال الصاك كنخليو 12 سنتيم، وكنحبسو الخيطة وكنرجعو تاني لتحت.
دابا كنقلبوها البنات بهذه الطريقه، كنخليو 10 سنتيم الفوق ما كنسدوهاش باش كنخويو كل الصاك. كنقلبو كفاه دابا هو هذا الصاك. دابا هاد البلاصه اللي بناش خرجناه هي اللي غنسدو دابا، هذه ها هي وهانتوما معايا. كنخليو هنا 4 سنتيم، كنعاودو نديرو خياطة أخرى. دابا القفيفة ديالنا أو الصاك ديالنا هو هذا كما البنات كما كتشوفوه. دابا ممكن نديرو ليه واحد الخياطة من هنا إلا بغينا حتى لهنا، وممكن لا، أنا كنفضل يبقى بحال هكذا ونقدرو نديرو ليه شي ديكور هنا ولا شي حاجة. وهانتوما معايا هنا البنات كما قلت لكم، تناخدو هاد السينتا بحال هكذا سدان، كنديرو 40 سنتيم تقريبا، كنديرو الشكل اللي بغينا.
الصاك ديالنا ها هو هو كيجاكم، نتمنى يعجبكم. غتشوفوا الى هزينا الى عمرنا كي غيطلع، هانتوما معايا ان شاء الله. الصاك ديالنا ها هو كمل البنات، كنتمنى يعجبكم. هو هذا ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله، وكنتمنى لاي واحد مشترك معايا في القناه يبارطاجي مع الاصدقاء ديالو والاحباب ديالو. الى اللقاء.